السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكم يوم اللي فاتوا جالوا قلب يعيش حياته من غير انا بس ليه. في الكم يوم اللي فاتوا في الكم يوم اللي فاتوا كنا بنتكلم بقى على محرز ما جاش ليه واتصالات. ما تخلينا في التشكيل، ايه رايكم؟ نقول التشكيل من وجهة نظرنا أفضل 11 لاعب لمنتخب الجزائر من وجهة نظري، وهقول لكم كمان توقعات المدرب هيلعب بمين. أنا هقول لكم أحسن 11، وهقول لكم كمان ال 11 بتوع المدرب بيتكوفيتش اللي هيلعب بيهم. طيب، مندليا طبعا حارس يعني يشيل مسؤولية فنيا وراجل، شخصية حارس محترم مندليا. يوسف عطار، ايت نوري، برغم ان ايت نوري انا احب انه يلعب في وسط الملعب، يبقى في اسماعيل وبن طالب وايت نوري هو اللي بيكمل، بس خلينا وجهه نظر المدرب هيلعبوا باك شمال. وانا احب جدا ان كان بالعيد وعيسى مندي. عيسى مندي خبره كبيره، ما بيلعبش مع ناي بس خبره كبيره، وبالعيد بالعيد سريع وقوي، لكن هو هيلعب طغاي وعيسى مندي وايت نوري هنا ويوسف عطار، تمام؟ دول مدافعين. وسط الملعب هو بيتكوفيتش هيلاعب زروكي واسماعيل، لكن انا احب بن طالب واسماعيل، وهيلعب هنا هو هيلعب بحسام عوار هنا، وهيلعب بياسين بن زايا ناحيه اليمين، وهيلعب ببغداد بنجاح، وهيلعب بياسين ابراهيم. هو هيلعب كده ياسين هنا بن زيا وبغداد بنجاح وياسين ابراهيمي وحسام عوار. انا بقى نفسي ال11 اللي يلعب بيهم زي ما قلت لكم الاربعه بالعيد يلعب مكان طغاي، بس هو هيلعب طغاي، وهنا بن طالب وهنا اسماعيل، ويلعب هنا ياسين بن زيا، يلعب هنا حر، يلعب في الحته دي، يبقى هو الحر يعني، وعمورة يبقى في المكان ده، او عمورة راس حربة، او عمورة راس حربة، وتلاعب ياسين ابراهيمي في الحتة دي، يبقى تكسب بغداد بنجاح كمهاجم، وتكسب هنا عمورة، وتكسب ياسين بن زيا كلاعب حر، وياسين ابراهيم. انا هو في تشكيله هيقعد عمورة احتياطي، هو بيتكوفيتش هيلعب بغداد بنجاح، وهيلعب ياسين بن زيا، وهيلعب ياسين ابراهيمي، هما الثلاثي الهجوم، وهيلعب تحتهم حسام عوار. انا في تشكيلتي انا هشيل حسام عوار واشيل زروكي. هو هيلعب زروكي وهيلعب حسام عوار. انا هشيل زروكي ولاعب بن طالب، واشيل حسام عوار ولاعب عموره هنا كمهاجم جنب بغداد، وياسين يبقى تحتيهم، وياسين ابراهيمي هنا، ياسين بن زيا هنا، وياسين ابراهيمي هنا. يعني هو في تشكيلته في الستة اللي قدام هيلاعب هنا زروكي وهيلاعب حسام عوار. أنا في تشكيلتي هشيل حسام عوار احتياطي وهشيل زروكي احتياطي، هلاعب هنا بن طالب لعيب كورة هيلاعب المجموعة ومع اسماعيل، وهنا هيبقى ياسين بن زيا هو اللاعب الحر، لعيب كويس قوي، يبقى عنده حرية حركة، وهنا كمان يبقى فيه لاعب حر ياسين إبراهيمي، والاثنين المهاجمين اللي هيبقوا قريبين من بعض هنا هيبقى عموره بغداد بنجاح. دي التشكيله بتاعتي. هو هيلعب هنا ياسين بن زيا ويشيل عموره احتياطي، ويلعب هنا حسام عوار، وياسين ابراهيم هيديله حريه هنا. انا كنت احب ان يبقى متواجد عموره اساسي وبن طالب اساسي. هو هيشيل عموره احتياطي وبن طالب احتياطي، وهيلاعب زروك وهيلاعب حسام عوار اساسي. انا متوقع كده. انت بقى ليك تشكيل وليك وجهه نظر في التشكيل، يا ريت تكلمنا وتبعت دلوقتي تعليق تقول لنا التشكيل اللي انت متوقعه ايه، وكمان اعمل لايك، ادعمنا بلايك.